خديجة أمدم، رئيسة جمعية رابطة نساء المغرب التنمية والتكوين. من ضمن هذه الجمعية كدعمل الأنشطة اللي تهم المرأة، من بينها هذا النشاط اللي جا اليوم اللي كان هو داخل في تعزيز الحقوق القانونية للنساء، اللي هو مول من طرف منظمة الصندوق الوطني للديمقراطية اللي كيبرز له النت، واللي جا فيه كيفاش نحاولوا من تخفيف العبء على المرأة المعنفة. إذا نحن في الجمعية بما أن عندنا السلطق يعني مركز للإنصات والإرشاد القانوني، كنستقبلوا نساء معنفات أو ضحايا العنف، وكان نواجهوا المشاكل اللي كتعاني منها هاد المرأة اللي كتجي وهي كتشوف هاد الجمعية، أو يعني جمعيات المجتمع المدني، ماشي ضروري غير الجمعية ديالنا، كي كتجي من الجمعية باش كتنتظر منها تخفف عليها وتصيب لها الحلول بعض المشاكل ديالها. حنا كنعطيوها الحلول وكنقولوا لها القانون راه جا، كاين صف المراه وكاين وكاين وكاين، ولكن الحظ حين كتمشي هذه المراه للمحكمه كنصيبوا اختلافات كثيره. بحالياش كنصيبوا بان هذه المراه كتعاني من العنف القانوني، اما بسبب العقليات الذكوريه، اما بسبب الاجراءات والمساطر، اما بسبب كاين سبب ثاني اللي كيكون هما حيت هما اميات او هما ما كيعرفوش في القانون كيعانيوا من هاد المشاكل بحال هذه. اذا حنايا حين كنصيبوا بان هاد المراه كتعاني من هاد المشاكل، اقترحنا نعملوا هاد النشاط هذا او هاد نعملوا بعدا واحد البحث ميداني مع الاستاذه زهره الخليجي، استاذه بكليه بجامعه عبد الملك السعدي، شعبة علم الاجتماع اللي لبت الرغبة ديالنا والعرض ديالنا باش تقومنا بواحد البحث الميداني على المشاكل اللي كتعاني منها المرأة، يعني حين كتمشي للمحكمة، يعني كيفاش الخطوات اللي كتواجهها يعني في المحكمة. قبل المحكمة عملت هذا البحث هذا اللي جا هذا النشاط باش يكون العرض النتائج ديالو، وغادي نناقشوا التوصيات اللي جات بها الاستاذه، غادي نناقشوها في هذا النشاط هذا، ونشوفوا ما نخليوش هذه التوصيات غير في الادراج ديال الجمعيات اولا في المحاكم، ولكن كيفاش نعملوا اليوم ان شاء الله نخرجوا كيفاش الاجراء هذه التوصيات نعملوا بها ونهزوا العنف اللي كتعاني منه هاد النساء، خصوصا العنف القانوني ناهيك عنه الاجتماعي. يعني حنا كنشوفوا بان هاد المراه كتجي هي مضطهده من الزوج اللي كيكون اما بزاف ديال المشاكل كيعاني منها اللي هو كيمرسم عليها، فحنايا اليوم جينا باش نشوفوا واش كيفاش غادي نعملوا اليات وميكانيزمات اللي يمكننا نخفوا العبء هاد المراه، واللي خصوصا وان القانون المغربي وخصوصا الدستور كيدعو الى ذلك، وكيدعو الى المساواه، وكيدعو الى الغاء التمييز على اساس النوع الاجتماعي. كلمة أخيرة من برستيتوان. كلمة أخيرة، كنشكر برستيتوان اللي دائما كد تساعدنا، واللي دائما كتلبي الطلبات ديالنا في تغطيات بحال هاد الأنشطة هذه اللي كنعملو، واللي هي دائما متعاونة معنا بكل طاقمها، نشكرها.